السلام عليكم اعزائي المتابعين او متابعي قناه فيتكن على اليوتيوب، صفحه فيتكن على فيسبوك وانستغرام. اليوم موضوعنا عن الطاقه الكهربائي، ضيف الدكتور محمد عباس. هلا استاذ دكتور عبد العزيز. حبيبي دكتور، اشرح لنا عن الطاقه الكهربائي وشنو النوعيات الموجوده بالسوق. نوعيات كل شويه طبعا موجوده بالسوق، والنوعيات رديئه جدا خصوصا اللي ما يعرفون يستخدموها، بس اكو نوعيات احترافيه اذا المستخدم يعرف شلون يستخدمها يوصل مستوى جدا راقي بالتدريب، مثل النوعيه اللي حاليا قدامنا. حاليا اقوى نوعيه واكثر مدى هو الدكتور 3502 ان سي بي سوبر اكس سيريس، هذا كله بس اسمه ترى. دكتور 3502 NCP Super X Series، فشي فوق الخيال، وخصوصا المستخدم اذا كان محترف فيه يوصل كلابه الى مستويات جدا راقيه. ابو العزه اعطيك مثال، يعني اكو كلاب الترا هاي درايف، يعني درايف فوق العاده، هذولك خمها تقدر تدربه بس بالطوبه واكل، لا طبعا مستحيل. فلازم تستخدم، واستخدامه لازم يكون على شكل مو شكل جزائي، بالعكس شكل مكافآت. يعني هذا يعني خصوصا الكلب اللي مستخدم به بشكل جزائي راح يبين من ذي لو تصرفاته يا مصاحبه. نعم تفهم شنو؟ نعم. دكتور بيعمل يستخدم هذا الطول حسب شخصية الحيوان، اكو كلاب تستخدمها بالعمر 7 أشهر 8 أشهر 10 أشهر، يعني كقياس كمجمل 10 أشهر الى سنة تقدر تبدي. بس ارجع واقول مو كل كلب، اكو كلاب تنطي مرة واحدة يزعل على الحياة كلها، خلص يعني ينتهي الحياة. طبعا كلاب تقدر تتحمل هذا الشيء. كبداية دكتور، يعني كمستوى يعني للكلاب كلاب العمل، تمام، الى مضار سلبيه وشغلات ايجابيه. ارجع واقول لك اذا ما تعرف تستخدمها مضارها السلبيه كلش هوايه، بس اذا تعرف تستخدمها وتستخدمها بحرفيه لا راح تاخذ منها فوائد كلش هوايه. ارجع واقول شوف ابو العز، مو والله انا عندي فلوس اروح اشتري واجيبها بالبيت، اشوف مثلا دكتوره واشوف فلان او علان اجيبها على الكلب مالته استخدمها، هذا الشيء شخصيه الكلب لازم يصير فوق العاده، تفهم شلون؟ اولترا هاي درايف، مو هاي درايف بقى، مو شخصيه عاليه، اولترا هاي درايف يعني فوق العالي، فوق الشخصيه العاليه لازم يكون. يلا تقدر تستخدمه. دكتور اكو بعض الاماكن يستخدمونه الطاقه الكهربائي، يعني يقلل من النباح او يعدم النباح او هيك شيء، يعني انا داش هذاك مو طاقه كهربائي، هذاك هم طاقه كهربائي بس مو مثل هذول، هذاك يبقى متركب برقبته دائما، من يريد ينبح مو الحبال الصوتيه تتحرك ينطي حساس، الحساس الى حساس الطوق فراح ينتله، هذاك مضر يعني، هذاك مع الاسف يعني شويه شويه يقتل الحبال، يعني ينهي مو يقتل موت بس ينهي شخصيته ينهي تصرفاته، يعني كاختلاف هذا الطوق يختلف نهائيا. طبعا يختلف نهائيا، يعني انا اعطيك مثال، مثلا كلب 24 ساعه برقبته طوق حتى لا ينبح، من تبدي وياه على البايت ينبح غير متعلم دائما يجي صعقه صعقه، شلون راح ينفع قدام الباب؟ يخاف ويجي يتراجع. بالضبط. مو انا اللي شفته بالتعليقات، يعني تمام اغلب التعليقات اللي معلقه على بالهم هذا الطوق، لا هذا يختلف اختلاف جذري. هو انا يعني اللي اريده الفوائد الايجابيه بالكلاب الدرايف كلش عالي، يعني فوق الخيال. بعمل تبدأ واحده من الفوائد اللي استخدمناها ويا ميكس تو ويا انت بامر الترك. امر الترك انت هذا السبرينجر نقول له او الخناق، انت خو شفت فادو يا ماكس 2؟ والله ما يعني كل شيء ما اشتغل صح لو لا؟ وهذا بالقوه يلا. فماكس 2 او ماكس او مالي هذول كلاب، يعني انت ايش تتوقع من جرو عمره 30 يوم دي يعضب الحديد؟ كل شيء تتوقع، تفهم شلون؟ يعني تصور هذول الكلاب واصلين مرحله الطوبه مو شي يمهم، البايت مو شي يمهم، حتى بالكي ام بي في بواري نحاس يستخدمون وياه، انت تعرف اكو هوايه كلاب ومن ضمنهم ميكس 2 المكافاه مالته بوري نحاس. اي نعم، يعني ما تذب له طوبه، تذب له بوري يريد فتشي قوي. دكتور شوفنا طبعا راح تفصيلي اليوم ان شاء الله. ان شاء الله راح نفتحها، اول شيء نخلي هيج نفتحها قدام الكاميرا، يجي هيج تمام، هذا الطوب يجي وياه الكتيب مالته مال التعليم ويجي وياه الضمان، تمام؟
هذا هيك. طبعا اكو نوعيتين، يجي بريموت كنترول واحد، هذا ريموت الكنترول مالته تمام، وهذا الطوق مالته تمام، وهذا الشاحن مالته. خوش حكي؟ نعم. خلينا نخليه هنا، وهذول هسه اشوفك شنو يفيد وشنو فائدته. نعم. تمام؟ هاي خلينا نخليهم هنا. اكو نوعيتين، نوعية تجي اثنين يعني بيها طوقين بكنترول واحد، لهذا حتى بالكنترول اكو اسود وبرتقالي. هسه مالتنا فقط يشتغل على الطوق الاسود. نعم. والا يجي اثنين بقى، هذا مكانه. نعم. تشوف اثنين؟ نعم. الطوق الثاني. يجي هنا البرتقالي. نعم. من تدوس الزر البرتقالي على البرتقالي يشتغل، من تدوس الاسود على الاسود يشتغل. نعم. تمام؟ نعم. هسه مالتنا احادي يكفي، خليني اشوفك شلون يشتغل. بالبدايه تجي تشغل هذا الزر من هنا ازرق، تبقى تضغط عليه يشتغل ويكتب هنا صفر. اذا موضح بالكاميرا ما اعرفه ولا، يكتب هنا صفر. موضح مصورنا؟ تمام. هذا صفر، من هنا تزيده تزيده بقى ديزل ديزل، هذا قوه الفولتيه مالته. خوش حكي. الزر الامام بقى عندك زرين، زر هنا ينزل جوا ويصعد فوق. انسي الان نيك، نيك يعني صحه، واحد نسميه يعني مفرد مفرد. الكورد يعني صار صعقات واحدة. صعقات هسه راح نجربه هنا. تجي هنا هذا الزر هزاز، هذا الطرف هزاز، هزاز الطوق الاسود، احنا ما عندنا البرتقالي وهزاز الطوق البرتقالي. تجي على اليمين وش هالشي؟ عندك الصاعق، هذا صاعق الطوق الاسود وصاعق الطوق البرتقالي. احنا اليوم هالطوقين ما عندنا، يعني البرتقالية ما راح نستخدمها، الطوقين ما عندنا. نجي شلون شغله؟ ورا ما تشغله، ورا ما شغلته شوف يجي يشتغل ضوء ازرق ويكتب صفر. عندك نقطة احمر هنا بالصاعق. نعم. وش حكي؟ راح وعندك نقطة احمر هنا بالكنترول حتى تسوي اقتران بين الجهازين. تكنيك يعني. ايه تكنك على قولتك، تجيب هذا الاحمر هنا شوف اشتغل ضوء احمر. احمر اول شيء اخضر بعدين احمر. هذا هسه بقى من تدوس هذا الطوق الدقمة الرصاصية أو السوداء شوف. نعم. صار يسوي هزاز، ما أعرف إذا الصوت ده يطلع. نعم. تمام. نعم. هسه من تخليه هيك بقى ما ينتل، ليش ما ينتل بقى؟ ويا كل نتلة شوف يشتغل ضوء، ويا كل نتلة ويا كل صعقة تعطيها يطلع ضوء بالضبط. ويا أي زر يعني. نعم. دوس هذا الزر بقى شفت. نعم. صعقة هو هذا. هسه ليش مدي ينطل مدي ينطل لي على الصفر؟ ما 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 منطي يعني. تمام. هسه راح نجرب، هسه راح نجربه انه بالمفرد شلون وبالصلي شلون. تمام. فتحنا طبعا قلت لك هذا هسه افهمك شنو مفهومه بقى. من تخليه هنا شوف بقى، هذا الى مكان يدخل بيه تمام. الصح خلي المشاهدين يشوفوا. هسه من تدوس ما يشتغل. نعم. ليش ما يشتغل؟ لان عصر. هسه راح نزيد الفولتيه شوي شوي، خلينا نسوي مثلا يعني حتى مبينه او حتى يطلع بالكاميرا، خلينا نجيبه للاخير. خوش حكي. بس الزم لي اول احسن من الطرف الثاني مثل ما شفت لازم. هسه خلينا نجيب النهايه هي 127 تمام. بقى هسه من راح انطي صعقه راح ينطي ضوء احمر شوف. نعم. شفت هذا مفرد بقى. تدوسه مره اخوان، تدوسه مره واحده، لو حتى ايدك يبقى عليه مضغوط ما راح ينطلع، لان هذا قلنا على المفرد عندك. تمام. شوف واضح؟ واضح. هسه خلينا نجيبه على الصلي. شوف الصلي اخوان تلاحظون هذا الشيء. طبعا ارجع واقول هالفولتيات جدا عاليه، لا تستخدموا ويكلاكم يعني نهائيا. مثلا 127 شو يسوي البشر؟ تفلشه تاذيه كلش تاذيه. هسه خلينا نطلع هذا. شوف هذا الثاني هم نفس الشيء، احتياط اثنين دازين. شوفوا اخوان هذا الصليب. بس نرجع مثلا اذا نخليه على المفرد
ضربات مفاتيح واحدة، ومثل ما قلت لك هذا الأمامية هزاز فقط. هذا من تدوس على الهزاز الكلب يجي يرمك، هذا يسمى نظام التشفير، موضوع كلش طويل بينك وبين كلبك. تفسع وحاذي، نجيبه على الصليب. نعم هذا هيك، خلينا نرجع هسه، رجع على الصفر، ماكو اي تمسع، وكل ضغطة زر يشتغل، يبدي يشتغل هنا عندنا ضغط بالضبط. نعم هذا هيك، هذا تفصيليا شلون تستخدمه وشلون ما تستخدمه. زين دكتور، مضاربة الكلاب العادية تنهي؟ الكلاب العادية قصدك شخصياتهم الضعيفة؟ شخصياتهم ضعيفة، يعني مثلا دربوه على بدلة، جابوه هذا الجهاز واشتغلوا وياه. احتمال صح، احتمال اذا يطيح يعني درجة عالية بعد يموت يعني. اكو كلاب طبعا، اكو كلاب انشلت لان هذا مباشرة بعد العنق اكثر منطقة بها الاوردة والاعصاب والشرايين، يعني فاحتمال يسوي ورم بالعصب، يعني اللي ما يعرف يستخدمه يجيني الحيوان، انت فاهم شلون؟ تخلي بيه شلل، يخلي رجلينات الخلفية ما تلزم. نعم هذا مشكلة. دكتور اكو عليه يعني جبرات خاصة من طبعا، يعني انا اذا احكي لك اللي مع احتراماتي اللي قليل الخبرة واللي لا شوف ارجع واقول هيك مجال، اذا ما تعرف بيه وشلون تستخدمه ووين تستخدمه لا تستخدمه نهائيا. نهائيا يعني نعم. هسه مع الاسف اكو بعضهم شيء بالمناسبه ابو العز، اغلب مو اغلب كل المدربين المحترفين اللي فوق، ان كانت بالاي جي بي او ان كانت بالكي ام بي في او ان كانت بفرنش، الكل تستخدم. نعم تمام، لان كلابها توصل مرحله ما تقدر تسيطر عليها، يعني يوصل مرحله مثل ما نقول احنا يغفل، يغفل وخصوصا بعض الكي ام بي في خصوصا. احنا انا دا اشوف يعني انا ارجع واقول لك كلاب الكي ام بي في، انت لا تفكر الفيديوهات اللي دا تشوفها انه فقط هذا بنعطينا مكافاه طوبه او اكل او دراي فود، مستحيل. لا تفهم شلون؟ وانا اللي مجربه يعني اي انا اقول انا وحتى محترف ويا كلابك بالزايد 24، لا تصعد فوق ال 24 فولتية. نعم اي ويعني كاضرار ما له اضرار، اذا تحب اجربه على روحه ما عندي مشكله. تريدون اجربه؟ جربه المشاهدين خلي يشوفون، يلا نجربه ماكو مشكله، بس خلي المصور ذا يصور. ويا ريت لو ياخذون كلوز. هسه اول شيء نبدا بالهزاز، تقدر تخلي يدك عليه، شوف راح يشتغل الضوء، خلينا تبين الضوء. شوف تمام؟ هسه خلينا نجيبه مثلا على 5 تمام؟ حتى ما احس به الخمسة. نعم حاليا 5 الشيء يسموه، خلينا مثلا نجيبه على 7 حاليا ما دا احس باي شيء. نعم تمام، خلينا نجيبه ب10 نسويه 11 يصير، خلينا نسويه 10 هسه على 10 تمام، دا احس هسه تعرف شلون ابو العز يتشكل مثل نتس مثله بالضبط. تمام خلينا نجيبه على 15 هيك شوية قوة تمام، نجيبه خلينا على 17 إذا دا يصور هسه أكيد الجلد راح يتحرك ورا شوية، إذا دا تشوفون خلينا نجيبه على 20 مثلا، شوف صارت عندي ارتجاج إليهم تمام، خلينا نجيبه على 22 هاي دي يصير الارتجاج، هاي اخر شيء لا لا اخر شيء ارجع واقول فوق ال 24 لا تجربوا ويا كلابكم نهائيا، هم راح تسووا مره واحده. تلاحظون هذا الشيء؟ هسه بقى رجعنا على هزاز، انت المره لعيونكم هم مره واحده، هذا هو يعني ماكو داعي لا
بس المحترف عزيز هسه هذا لو مثلا واحد ما محترف مخليه برقبة واحد او بطوق واحد ينهي لا تفهم شلون؟ لا انا افتح انا افتح جدا ماكو مشكلة مفقا بدا نعذر جدا بس يعني هاي كله في سبيل حتى متابعينا والله يعني. يعرفون انا حاضر ان شاء الله بس المهم لن تعب الحيوانات اللي عندنا يعني مع الاسف اكو حيوانات روعة يعني. ماكو داعي لهذا الامور انا ارجع واقول ماكو داعي لهذا الامور من يستخدمون ويا هذا الحيوان ينتهي فلهذا مع احتراماتي لكم اسف على هذه العباره لا تستخدمون هذا الجهاز بجهل تمام اذا عندك ثقافه كافيه عن استخدام هذا الجهاز استخدمه ومن ترجع تريد تسده هم ترجع تخلي هاي النقطتين شوف صار احمر نسدت هسه ماكو دوس ماكو لا ما نسدد دقيقه بس خليني تبقي هيك خليه هسه نسد شوف نعم هسه ايش قد ما تدوس مسدود ايه. تمام هذا هو هذا الجهاز ابو العز يعني جهاز اذا تعرف استخدامه جهاز جدا رائع يعني احنا نقول مثلا ملخص الكلام انه ما يستخدم لاي كلب لا نهائيا ارجع واقول اكو حيوانات جدا جميله ماكو داعي تستخدمون به هذا الامر يعني مثلا احنا نقول كلاب استعراضيه او كلاب كلاب استعراضيه كلاب رياضيه مو كلاب جديه جدا عاد لا تستخدمون بها ينهي الحيوان ينتهي مو عزيز مو كل حيوان يقدر يتحمل هذا وخليني اقول لك فتشي اكو حيوانات ابو العز هذا ما يكفي وياهم يخلوا له واحد بالرقبه واحد بالخصر كلاب كي ام بي في انا اعرف واكو شهود عليها بس اغلب الناس ما تقدر تنشر بسبب حقوق الحيوان انا هم ما اقدر انشر بس هذا التوعيه للجميع اكو كلاب وحده برقبته وحده بخصره والله ما يفيد وياه تعرف شو يسوون له بالحس اكو صاعق يربط بالباتري مال خنازير صاعق الكهربائي تضرب الخنزير مطلوب والله 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 اخواني اسف هذا الصاعق يضربوه بالخصية الله يترك يعني كلاب خارقه باع واحد اثنين ثلاثه والثالث بالخص التستس يعني بالتستس يضرب الله يترك يعني كمثال اذا اضرب بشره يعني يوقع الخنزير يكتس اكو كلاب تترك مو ما تترك يعني هذا الصاعق مو شيء طبيعي لا طبعا لا تترك وتتراجع واكو شهود على هذا الكلام صحيح. ما اريد اذكر اسم الكلب همين اخاف صاحبه يتضرر هذا هو الجهاز هو هذا الشاحن مالته يجي الشاحن ينشحن بس انا اللي شفته دكتور يعني اغلبيه اللي يستخدمون الصواعق يجيبون مثلا اي جابه مثلا راح اشترى تمام انه الحيوان مالته ينبح هوايه او زاعج جيرانه او هيك ما يعرف الا الصاعق شنو هذا وشنو شغله واحتمال يجيبه للاخير ويجيبه للاخير ومثل ما نقول احنا يسوي كارثه هو دي يصير كوارث يعني لهذا هذا الفيديو على مود هذا الموضوع شكرا لك دكتور على المعلومات هاي القيمه على راسي حبيبي الصاعق تحياتي لكم اخوكم كابتن عزيز دكتور محمد عباس لا تنسون الاشتراك واللايك على قناتنا ريف كيناين على اليوتيوب واكتبوا لنا تعليقاتكم الحلوة اللي تشجعنا وإذا تعرفون شيء غلطنا بيها ما اكتبوا لنا عليه احنا مفتوحين لكل الأمور إن كانت تعليقاتكم إيجابية أو سلبية أي موضوع تريدون نحكي عليها تقدرون تكتبوه لنا بالتعليقات وهذا الجهاز شنو أكثر شيء حبيتوها عرفتوا عنها أو صدمكم عنها هم اكتبوا لنا اياه بالتعليقات تحياتي لكم اخوكم الدكتور محمد عباس صاحب مزرعه ريف كينان لانتاج وتدريب المالينوس